والو على البرازيل والارجنتين، الحمد لله كنتمنى الافضل وشكرا بزاف تبارك الله على ولاد البلاد وعلى الركراكي. تحيه للركراكي وليداتو والتفرقه مغلباتو، ديما مغرب عاش الملك، ديما مغرب الله ينصر سيدنا ورايتنا ديما الفوق الفوق، ديما عاش الملك. الفرحه مخلطه مع كل شيء، فرحانين بزاف قدم مثلنا العرب احسن تمثيل، وديما مغرب وان شاء الله هذاك الشيء اللي جاي حسن وحسن. بزاف فرحانه بزاف بالانجاز اللي داروا المغاربه تبارك الله عليهم، وان شاء الله تبارك الله على تبارك الله على الله تبارك الله. شوفوا كنتغدياش الحمد لله بعدا من 86 الحمد لله الجيل هذا كتاب لنا خويا ندوزو نتمو النهائي لا عزاء للحاقدين، الحمد لله جبنا بدراعنا والحمد لله بعدا المغرب شرف الكره العربيه بعدا ملي بقى بعدا منتخب بعد ما تقساو خوتنا التوانسه والسعوديه وقطر ملي بقينا بعدا حنايا في التمون راه حاجه مزيانه، ونتمنى ان شاء الله نطيحوا مع شي فرقه اللي تكون في المتناول ان شاء الله باش نقدروا ندوزو الربع وندوزو النص ان شاء الله. المنتخب اللي شرفنا ورجال تبارك الله عليهم وديما مغرب ان شاء الله لبقينا غاديين بهذه الوتيره راه حنا غاديين مزيان. كنشكروا اللعابه على الروح القتاليه الوطنيه اللي فيهم، وكنشكروا الناخب الوطني وليد الركراكي اللي هدانا التعهد التاريخي اللي ما شفناه من 86، وفرحه الشعب المغربي كما كتشوف، وحنا كجيل 2000 ما عمرنا حضرنا لشي فرحه بحال هادي، وكنشكروا اللعابه وكنشكروا الناخب الوطني كما قلت، وان شاء الله نطيحوا مع الجابون وندوزوا الربع النهائي، حيت عندنا واحد الفيكشيب اللي يقدر يوصل ادوار متقدمه في كاس العالم، وعلاش لا ما نجيبوش نشيقوا في الحظوظ ديالنا، وعندنا ايكيب زوينه وعندنا لعابه عالميين كامثال حكيمي مزراوي زياش اللي كيلعبوا في دوريات كبار، ونشيقوا في الحظوظ ديالنا وان شاء الله يكون الخير.